مساء الخير مشاهدينا، منرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج بيت للكل من القاهرة. حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا سنتناول من خلالها الشعر العامي أو الشعر الذي يحكى وينظم بالكلام المحكي الشعبي، يعني بمعنى آخر مشاهدينا الكلام غير اللغة العربية الفصحى. في دولنا العربية جميعا لكل دولة عربية لديها نمط خاص من هذا الشعر وشعرائها المعروفين، فلذلك اسمحوا لنا في حلقتنا لهذا اليوم أن نأخذكم إن شاء الله في حلقة مميزة عن الشعر المحكي أو الشعبي. بالتأكيد يا لنا حقيقة. أيضا مشاهدينا مساء الخير عليكم وعلى كل زملائي. هذه الحلقة مليئة بالكلمات التي ستلامس شغاف القلب. سوف نتحدث بالحب والأوطان والأم والوجدان وكل التفصيلات المهمة، ومثل ما ذكرنا اليوم حلقتنا هي عن الشعر الذي يبين هذا الشاعر ينتمي إلى البلد الفلاني من خلال اللهجة. حتى في داخل البلد الواحد لهجات الشعر الشعبي تختلف من منطقة إلى منطقة، يكون شعر الشمال يختلف عن الوسط وعن الجنوب، وكل هذه التفصيلات المهمة للشعر. هناك بحور وهناك أنواع من الشعر، وخاصة في العراق يقولون هو بلد الشعراء بوجود أكثر من مليون شاعر. كل شاب وكل فتى يظهر في بدايات العمر يكون شاعر، يكتب بإحساس ووجدان البلد الذي أنجب كاظم إسماعيل قاطع ومظفر النواب وعريان السيد خلف وسمير صبيح وكثير من الأسماء حقيقة، وزهير الدجيلي، كثير من الأسماء التي لا تعد ولا تحصى من الشعراء. فنقف في بعض الأحيان خجلين حقيقة بتقديم نص شعري أو كلمة تلامس شغاف القلب ونقول عليها هذا هو الشعر الشعبي العراقي. الله، ما فيش طيب حاجة شعر كده؟ أنت سافرنا في بيت للكل في عالم الشعر. إنه أحمد مذيع وشاعر. وشاعر يعني لازم برضو تقول لنا مقطع يعني. هنقول لكم هلك هلك لكل القوات الأمنية في كل بلداننا، صعيد الأردن وفلسطين ومصر التي قارعت وحاربت الإرهاب بأشكاله، وسبب وجودنا وانتمائنا اليوم هو بسبب تضحياتهم. نقول لكل مقاتل هلك هلك بزنودك من الخوف لاذت، والمنايا لجل عين الوطن، لذت عدوك لا ضمير لا بخت لا ذات، انت ابن البخت وابن الحمية وبسلامتكم. هاي أبو ذية طبعا. الله الله الله. بدوري أنا يعني أنا في مصر بلد الشعر، ما هو لما يكون عندك النيل الجميل ده وتمشي وتتفرج عليه، لما شادية حتى غنت ببساطة وقالت يعني في نهر النيل وتغنت في نهر النيل، فكان دي بساطة المصريين الحلوة. الشعر الشعبي أو الشعر العامي كما نطلق عليه في مصر هو شعر حبيب المصريين وقريب جدا من القلوب. ولما كتب سيد حجاب ولحن عمار الشريعي وغنى الحجار وقال اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، فيردوا عليه المصريين يقولوا إيه؟ حلواني يا ولاد، لأنه ده حبا في مصر. لا، لازم كمان نفتكر وإحنا بنتكلم عن الشعر العامي عمنا صلاح جاهين، المصريين يقولوا عليه عمنا اللي بيحكي عننا، والخال الأبنودي لأنه خالنا في عالم الشعر، ونقول كمان فؤاد حداد، وكمان نقول على سيد حجاب عمنا هو كمان. النهاردة بيت للكل مع كل أهلنا في العالم العربي يكتبون ويتغنون عن عاداتنا وتقاليدنا في الشعر. وانت تقول ايه يا سلام؟ نعم يا شفكي، يعني في ظل كل التنوع الأدبي والشعري الجميل في وطننا العربي، يعني فلسطين تبقى حاضرة دوما في هذا الميدان. شعر الارتجال، شعر الشعبي، شعر ثورة، شعر حكاية، شعر وطن وحب. أيضا أننا نتحدث عن الشعر الفلسطيني بنقول العتابة والميجنة وظريف الطول. أيوة، يعني هاي هي أنواع الشعر الفلسطينية، وفي كمان أنواع أخرى. ومن أكبر شعراء الفلسطينيين موسى الحافظ ونعمان الجلماوي وأيضا أكرم البوريني، هدول أسماء من الشعراء الفلسطينيين اللي بيتناولوا الشعر المحكي، الشعر الشعبي، وخاصة الارتجال. في عنا موضوع الحداية اللي بيجوا بردوا على بعض، شاعر برد على شاعر. أيوة، الزجل بالضبط. هذا هو. إذن مثل ما تحدثنا مشاهدينا الكرام، نتناول التجارب الشعرية الفريدة من شعراء من مصر والأردن وفلسطين خلال حلقتنا من برنامج بيت للكل. ابقوا معنا.